استنى شوي لو سمحت، رح نرجع نطلع معك. ماشي أختي. انت وياها كيف اجيتوا؟ نحن اجينا بالتاكسي آسية، الشوفير ناطر برا. منيح، معناته رح نروح معكم كمان. امتى رح تخلص هالمصيبة؟ سنية خانم والله مو وقت هالحكي، خلينا نروح على المشفى يلا. جاوبيني امتى رح تخلص هالمصيبة؟ ماما؟ نعم حبيبي، انت تعال معي. سنية خانم قلبي محروق. محروق قلتيلي؟ على شو؟ سنية خانو كرماله لالله اهدي وروقي شوي، التاكسي برا امشي. لك ما اكتفيتي بقى؟ امتى رح تكتفي؟ مسكتك من شعرك وشرشرتك وما مشي الحال. حكيتك بالمنيح وما مشي الحال. قلت لك انت ام، فكرتك فهمتي بس مستحيل تفهمي. شو بدي أعمل أحكي؟ أنا شو أعمل لتفهمي؟ قوليلي شو أعمل؟ بدك بوس إيدك. سنية خانم ما تعملي هيك، الله يوفقك. لا ولادي وبيتي تركيهن بحالن، بوس إيدك بوس إيدك ورجليك، تركي ولادي وبيتي تركيهن بحالن بقى، ولك تركينا بحالنا. دخيلك ما تعملي فيني هيك، تركينا نرتاح. لو سمحتي روقي. مراد راح لينقذ نظر من فيدات، فاتح لحقه من غير ما ينتبه، وهنيك زلمة فيدات. هذا هو اللي صار مزبوط، واحد من زلم فيدات قوصه صح؟ فيدات؟ طيب مين هاد فيدات؟ هاد بيكون أبوه لابنك، أبوه لابنك الحقيقي. نفس، انت فيك تعيدي اللي قلتي؟ مراد راح ينقذ نظر من فيدات. فاتح مين اللي قوص عيدي؟ سنية خانم يلا قومي معي يلا. شوفي الفستان اللي لابستي، شايفتي كيف ملوت بدمه لفاتح؟ اليوم دم فاتح، بكره مين الله بيعلم صح؟ شوفي آسية، ولك حتى آسية اللي بطنه واصل لحلقه، وقعت من ايدين قتال اللي قتل الواطي، نفدت منه بحسنه اللي ببطنه. لك فهميني هلا دور مين كمان؟ طاهر ولا مصطفى؟ اي روح من ارواح ولادي بدك اياها تطلع من جسمه مشان تنبسطي وترضي؟ راس اي واحد من ولادي بدك اياه ينقطع لحتى تصدقي وتقولي لحالك ايه والله الحق مع سنية انا كنت السبب في الشيء اللي صار؟ هداك الوسخ، قولي مين اللي جابه وحطه مثل البلوه فوق روسنا؟ كل يوم في وجع شكل، كل يوم بدنا نفيق ونلاقي مصيبه، والله الضحك نسيته. احكي شو بدك مني أعمل لسه؟ أنا كيف بدي فهمك؟ الأمور هاي كلها صارت معنا بعد ما أنت جيتي لهون، إذا ما تركتينا ما رح تخلص. لك فهميني بس، أنت شو لساتك ناطرة؟ شو لساتك ناطرة؟ ليش ما بتروحي بتتركينا؟ ليش؟ ناطرة
فترة لأدفن واحد من أولادي تحت التراب وأبكي عليه دم وأنت بتروحي مو هيك؟ إذا بدك روح حدا أنا فيك تاخدي روحي، لك تفضلي خدي روحي أنا بس خلصيني منك، ما خدي روحي وخلصيني منك خديها. ساعديني أسمع، بس روحي وانتري. يلا خلومي، يلا خلينا نروح على المشفى. امشي. نفس يا روحي، ما تزعلي منا ماشي؟ قلبها محروق اعذريها. والله أنا قلبي محروق كمان. اصحك تعملي شي مصيبة، كل شي رح يتصلح ماشي؟ انتي اهدي وروقي. يلا ما في لزوم تضلوا هون، روحوا على البيت آسية، المكان هون بيكون مليان جراثيم. يلا أنا رح ضل ناطر، أنتوا روحوا أنا بقيان هون. إيه برافو، خليك وشوف نتيجة أفعالك بعيونك. سنية خانو، ما تضغطوا عصبي كلكم، روقوا كرمال الله. أنت اسكتي وما تتدخل. طيب مراد، أنا ما قلت لك من قبل إنك رح تجيب لنا مصيبة كبيرة على بيتنا واللي هي نظر؟ بلا قلت. أنت ما قدرت إنه تجيبها، بس جبت بلوية. هي أخوك تقوص اليوم. أمي، مو وقت نحكي بهذا الموضوع هلأ، ومو بهالمكان، ما في فايدة. مزبوط، ما في فايدة بنوب، الحكي معكم ما منه فايدة بعرف، لأنكم ما بتردوا. أصلاً اللي عم يحكي معكم مثل اللي عم يحكي مع هالحيط، ما بتفرقوا عنه. طاهر، لازم تعرف إنه أمك بهدلتها لنفس قبل ما نجي، اتصل فيها طيب خاطرة. أمي، أنت شو حكيتي مع نفاس؟ قلت له بكفي اللي ساويتي فينا، حاج بعدي عن عيلتي وولادي. بس هي معتبرتنا عيلتها كمان. هي معتبرتنا عيلتها ما؟ ليش أنت معتبرنا عيلتك طاهر؟ مثلاً تعرف مين هاد اللي جوا؟ شو بيقربك؟ ليش هالشب بين الموت والحياة؟ بسبب مين اللي؟ طيب المخلوقة شو ذنبها؟ مو ذنبها بنوب، حتى مو ذنبك كمان. طيب ذنب مين لكان؟ ابني اللي جوا على شو عم يتعاقب إلي؟ أنا عم قلك ابني، ماني عم قلك أخوك، مو قدراني أقوله. فهمني، ابني هو بهالحالة
شو اللي قلته هو أقل شي ممكن إنه ينقال؟ أنا عم ينحرق قلبي على ابني هلأ، وما عاد يهمني أي شي بهالعالم غيره. كل اللي بيهمني هو سلامة ابني. بقى ذنب مين؟ أنت لو بتحسي شو في بقلبي يا أمي كنت بتعرفي قديشو محروق. عن جد؟ أنت قلبك محروق على أخوك طاهر؟ ولا على حبيبتك؟ مين الأغلى عندك؟ على مين متضايق؟ فهمني، هذا اللي جوا أخوك ولا مانو أخوك؟ روح روح، كل ما بيصير معنا شي تعطي وشك إلها ونحن بتعطينا ظهرك. ضل عم تلحق لقلك لما بتكون أرواحنا نار وشعلة يا طاهر، نار. اللي روحك أنت، اللي روحك أنت على شو بتكون شعلة؟ شعلة لأني قلعت نفس من البيت، ما هيك؟ يعني إذا ما طلعت جنازة من باب هداك البيت أنتو ما رح تفهموا؟ لك فهم علي بقى مصطفى. مصطفى كان رح يقتلك. آسية، آسية نفذت من فيدات ومن الموت بأعجوبة. لك ليش؟ ليش؟ آخر العنقود، أبو عيون لونه من لون البحر، مرمي جوا، قال حالته خطيرة. بدنا نستنى كتير هلأ. شو عم نستنى؟ عم نستنى إنه يطيب؟ ولا إنه يموت؟ هلأ بدك تقلي طاهر؟ هالشي ذنب مين؟ قلي. هدول البلاوي، هدول البلاوي ذنب مين؟ لك صدقني حبك لنفس هو المذنب الوحيد. بعد هلأ ما عاد اسمح لك. إذا بتخطي خطوة باتجاه نفس ساعة رح يكون حليبي. حرام فيك، ماني مسامحتك بالدنيا ولا مسامحتك بالآخرة. صدقني ابني، أنا ما فيني أدعي عليك بنوب، مستحيل أدعي عليك ابني. إيه بس أنا ما رح سامحك بحقك أم. يلا يلا أخطي الخطوة ابني. روح روح لعنده، وإذا بدك فيك تعتذر منا واطلب منا السماح، وقول لنفس اخواتي كلهم فدا عيونك يا حبيبتي. اساسا عم أقول الحقيقة مو هيك؟ اخطي هالخطوة. يلا روح لعنده، فيك تدر لنا ظهرك. اخطي هالخطوة. روح لعند نفس، روح روح لعنده.
نفس افتحي. فاتح كيف صار؟ بدنا نستنى لفترة، وضعه خطير. يعني شو مو ناوية تفتحي هالباب؟ لا طاهر، روح لو سمحت. نفس لا تخليني كسره، بتعرفيني افتحي الباب. طاهر مو شايف انه ما عم يمشي الحال؟ روح بقى. والله ما بيهمني الحال، مشي ولا ما مشي، نفس افتحي الباب. هي فتحت، شو تغير؟ ولا شي. شو رح يتغير؟ ولا شي. طاهر بعد، إذا بتريد ما تعمل هيك، ما تطلع بعيوني، لا تخليني أضعف، هالنظرة بتموتني، وإذا ضعفت مو لصالحنا. شو اللي صار نفس؟ شوفي يعني نحن انفصلنا؟ قليلي أنت ما عاد بدك إياني، شوفي احكي. طاهر بترجاك ما تسألني أسئلة ما بعرف أجوبتها، ما بعرف، والله ما بعرف ابنه. اللي بعرفه أني غلطت، غلطت كتير وأنا بعترف. انتو عيلة دافية، ومن كتر ما كنت بردانة قلت بفوتوا بتدفى بيناتكن. سنية خانم جرجرتني من شعري قدام العالم وبست ايدها من طيبة قلبي، اعتبرتها امي من جوات قلبي. صدقني مصطفى اللي كنت بعرف شو عم يحكي عني بغيابي ناديت له اخي، طبعاً لأني محرومة من المحبة. الله لا يحرم حدا من العيلة والمحبة، وبعدين بتلاقي حالك فوراً ومن غير ما تحسبها عم تفتح لهم قلبك وبتبلش تتعلق فيهم. فجأة بتجيك خبطة قوية على رأسك بتفيقك، تسكت كرمال ما تجرحون. انت بتنكسر يعني، بس ما بتحسسون، وبتزعل كتير كمان، وبتعمل حالك مو زعلان مشان ما تزعلون. يعني رغم الشيء البشع اللي انت شفته معي لساتك مصر ومتمسك، عم تتحدى وتقاوم. اللي صار ما نو فارق معك، الحق مع مين؟ الحق على مين؟ مين الصح ومين الغلط مو مهم بهالحالة اللي نحن فيها، كرمال كذبة حبيتها بتتجاهل الحقيقة. كل المصايب اللي بيصيروا معك بتقلن تعالوا أهلا وسهلا فيكم، كل شي بشع بيصير معك بتقول أكيد في فرحة بعده، ولهيك بتحاول تتحمله. هذا اللي عم يصير معنا بكل مرة منوقع فيها بمصيبة. بس بهاي المرة لو تعرف قديش كانت الخبطة قوية، مو بس على راسي وبكل مكان بجسمي، جسمي كله عم ينزف ويقول
نفس، شوفي مكانك مانو بهالعيلة، تركيهم ما تبليهم بحالك. الحقيقة انتي مجرد وحدة منحوسة وجبتي لهم النحس، بعدي عنهم. طاهر بحبك وبموت فيك، حسيت بهالشي مو لأني محرومة الحب، لا، لأنك طاهر أبو قلب حنون. نفسي أنا بموت فيكي، اسمعيني منيح، إذا ما بدك ترجعي على هداك البيت أنا كمان ما برجع، فورا بلاقي بيت تاني أنا وإنتي وابننا. إيه؟ يا ريت لو الأمور بهالبساطة هي طاهر، والمصايب بتنتهي إذا انتقلنا. في شي لازم تفهمه، سعادتنا ما رح نقدر نبنيها من دمار غيرنا، هي بتكون أنانية، ولهذا السبب أنا رح أمشي حتى لو بدي أبكي دم. نفس مستحيل تمشي، ما فيني أعيش بدونك، أنا ما بتركك لهيك، ما تحاولي بنوب. طاهر ببوس إيدك، ما تساوي فيني هيك، لو سمحت بكفي. لك مو ظابطة، بدك تاخدني وتقلن هي مرتي وبدكن تقبلوها؟ أساساً أنت عملت هالشي من قبل، قبلوني بالزهر ولهيك ما زبطت معنا، مو زابطة. والله تعبت طاهر، خلص روح بقى، ما تعذب حالك، حاجتك اللي تحملت. لما بتكون أرواحنا نار وشعلة يا طاهر، نار اللي روحك أنت، اللي روحك أنت على شو بتكون شعلة؟ شعلة لأني قلعت نفس من البيت، ما هيك؟ يعني إذا ما طلعت جنازة من باب هداك البيت أنتو ما رح تفهموا؟ لك فهم علي بقى. سعادتنا ما رح نقدر نبنيها من دمار غيرنا، هي بتكون أنانية، ولهذا السبب أنا رح أمشي حتى لو بدي أبكي دم. ايه اللي ادريس ليك طاهر، نوران ويت وصلتن على البيت ورايح على الجبل ضروري، قلت بخبرك. بس اطمن نفس منيح. يسلموا طاهر. نعم. اصبر شوي اخي، تمر. ايه ان شاء الله. Ölümden beter.
istersen hiç gelme. Doğduğun yere gözlerin görmesin. Denizle dere sevda bu sırmadı. شو اللي بتعرفه؟ بعرف ليش نمنا مبارح ببيت عمو إدريس. ليش؟ قلي لشوف. مو انتي قلتي لي إذا ناديت بابا لعمو طاهر ما رح يعصب؟ ايه ما عصب بنوم. ايه هي عصب ليكو. لا حبيبي ما عصب، بالعكس. معناتها ليش نحنا ما رجعنا على البيت وبابا كمان ما اجا؟ الأبهات ما بيتركوا ولادهم، مو هيك قلتي؟ حبيبي الحقيقة أبوك مبارح اجا، يعني طبيعي يجي، بس كنت غرقان بالنوم. طيب امتى رح يجي او امتى رح نرجع؟ حبيبي اسمع، بدنا نضل هون كم يوم كمان. وليش؟ لانه جدو عثمان انتقل ولازم نساعده. ما والله العظيم يا اولاد، أنا ما كان عندي أمل بنوب إنه نخلص. معقول من الصبح للمساء لحقنا نرتب البيت كله؟ الله يسلم إيديكم يا أولاد. ولو يا عمي تكرم. بس أنا هلأ حابب أعترف لكم بشغلي. لو كنت بدي أسكن لوحدي بهالبيت الكبير كنت أكيد بضل مرعوب طول الوقت. بس هلأ أسماء هون معي، ونفس كمان، ويت هون كمان، ما عاد في لزوم للخوف. ما طبعا عمي، لشو الخوف بعد هلا؟ ييت البطل بيحميك، ما هيك يا باشا؟ سنية خانم قلعتنا من البيت، عمو طاهر عصب مني لانه قلت له بابا. حبيبي أمي، فهميني ليش ما حدا بيحبنا هون؟ ليش نحن شو عملنا لهم؟ معقول تقول هالكلام يا عمري؟ ما عاد بدي اسمعه من تمك الحلو؟ طيب لشو نحن اجينا لهون؟ ما عم افهم حبيبي.
مو جدك عثمان قال لك ليش هلأ؟ هذا البيت ما بيعرفه ولبين ما يتعود عليه بيخاف. ايه وانا كمان خايف يا روحي. بيروح الخوف اذا نمت مو؟ بس ما تطفي الضوء امي. شو ما في تفضل؟ بنتي مين على الباب؟ حياتي. طاهر رح تتركيه واقف على الباب؟ خليه يفوت لجوا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام طاهر. فاتح كيف وضعه؟ إن شاء الله أحسن. وصلنا خبر إنه بخير الحمد لله، بس أنا حابب أسمعها من تمك. رح يكون أحسن إن شاء الله، عم نستنى. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. واللي أوصن مسك كمان. إيه علي قالنا درينا بهالشي. أنت مانك غريب يا ابني، أنا بدي أتوضى وصلي الفرض. الله يتقبل منك عمي عثمان. إيه ابني، منا ومنكم أجمعين إن شاء الله. أسماء تعي معي يا بنتي. هدول لإلك. شو هنين؟ هدول نقوتك نفس. مستحيل، ما بدي. هذا حقك وما بصير يضلوا عندي. وينو ابننا؟ نام ما هيك؟ فوق بغرفته. فكر انه اجينا لهون لانه نادالك بابا وعصبت منه. على الأقل هو عم يحاول يلاقي سبب للبعد اللي نحن فيه هلأ. السبب مو موجود؟ طبعاً لا. طاهر لا تبلش، صعب علي هالموضوع. حاسة روحي رح تطلع بسببه. عن جد أنا ما عم بعرف فرق بين الصح والغلط بنوم. طيب بدي اشوف ابني اذا ما نام. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.